بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وحلقة جديدة من برنامج الدين المعاملة. حلقة هذا اليوم بعنوان مسائل الناس ومعاملاتهم. لابد للمؤمن أن ينشغل ويشتغل بما ينفعه في دينه ودنياه، ويبتعد عما لا ينفعه بأمور تلهيه عن استثمار العمر ولا مردود إيجابي لها، ويتعلم ما يصحح دينه وعقيدته التي هي رأس مال الإنسان. تتضمن هذه الحلقة أسئلة للناس مع إجاباتهم الكافية. يصير اصرف 25 27 او 26 زين، هي حلال ولا حرام؟ اول قضيه عندنا معدود وعندنا مكيل وعندنا موزون. هذا شو يعتبر موزون؟ موزون تبيع هذا، اذا هذا اسمر 50 كيلو، هذا التشيز 50 كيلو، تبيعه بابيض مثلا 45 كيلو، يصير له ما يصير؟ مو احنا بالنسبه للطحين. لا يصير له ما يصير؟ يصير ما يصير. ليش؟ مو انا عندي طحين، لانه مواد غذائيه هاي. اسمعني يا عيني، لانه هذا موزون. الموزون والمكيل تبيعه بنفس الجنس، تبيعه متفاضل حتى لو كان تختلف نوعيته. مثلا عندنا ذهب مصاغ كيلو وذهب غير مصاغ كيلو، هذا بما انه نفس الجنس تبيعه واحد متفاضل على الثاني ما يصير. ليش؟ لانه مكيل وموزون. كل مكيل وموزون تبيعه متفاضلا بنفس الجنس ما يصير، حتى لو كان افضل منه. هذا اسمر واكو ابيض، مثلا اكو خباز اكو مو خباز، 50 50. واضح؟ اما المعدود، انت سؤالك عن الاوراق النقديه اللي هي شنو هي؟ معدوده. فيصير العملة النقدية يصير بيعها متفاضلا نقدا مع اتحاد الجنس. يعني شنو؟ هذا عراقي وهذا عراقي. هاي 25,000 الحمرة اللي هي فئة واحدة، وهذا مثلا خردة، أبيع هاي أزيد من هاي بالنقد يصير. ليش يصير؟ لأنه معدود. بالمكيل بالموزون قلنا ما يصير لأنه مكيل وموزون. بالمعدود يصير. طبعا المعدود بالنقد متفاضلا نفس الجنس يصير له ما يصير؟ قلنا يصير. بالنسيئة يعني شنو؟ بالآجل، تبيعها بالآجل. دينار عراقي متفاضل على دينار عراقي، الأحوط لزوما عند سماحة السيد السيستاني الله يحفظه ما يجوز. واضح؟ يعني شنو؟ نفس الجنس بالآجل أزيد ما يصير. تمام. أما إذا مختلف الجنس بالمعدود فيصير. مع اختلاف الجنس بالمعدود أريد تميز بالفرق بين الحالتين. إذا مختلف الجنس بالنقد وبالآجل تبيعه متفاضل يصير. يعني دولار بدينار يصير له ما يصير؟ لا ما يصير. لا يصير، يعني يصير دولار وعراق. دولار عباد تقول دولار وعراق. إيه دولار بدينار عراقي يصير. يصير حتى لو كان أعلى من القيمة السوقية. يعني مثلا اليوم إذا الورقة ب 150,000 147,000 تريد تبيعها لمدة شهر ب 160,000 يصير؟ يصير عادي. ليش؟ لأنه معدود. المعدود مع اختلاف الجنس بالنقد بالنسيئة بالآجل يصير مع اختلاف الجنس، وحتى لو زيد عن القيمة السوقية. طبعا. بالنقد مع اتحاد الجنس يصير، إذا عراقي بعراقي تزيد ما يخالف، بس بالنسيئة ما يجوز على الأحوط. واضح؟ واضح. برأيك بيع الدين جائز؟ بيع شنو؟ الدين. الدين؟ أي. يعني شلون؟ بأقل منه.
يعني مثلا واحد يطلبك دين بالآجل 10 ملايين لمدة سنة. مدة سنة. اي. يسوي لك اياه 8 ملايين إذا بعت لي اياه هسه. أي. إذا تنطي لي فلوس، هذا يصير؟ سيدنا من ناحية يحمله؟ إذا لا ما يحمله. احنا هسه متفقين تطلبني 10 ملايين. 10 ملايين. بعد سنة تسديد هذا الهاي. يعني يكون ما يعبرن 10 سنة. ما يعبرن السنة. ما يعبرن السنة، هذا اتفاق. اي. زين. تقول لي انطيني 8 وهسه انطيني اياها. بيع الدين. انا كرأيي ما يصير مو؟ ما يصير. هو جاهز. بيع الدين بأقل منه. أي. إذا كان بالآجل وتبيعه بالنقد بأقل منه جائز شرعا. بيع الدين على من هو عليه. جزاك الله خير. واضح؟ واضح. لأنه أنت اليوم بعد سنة تجيك العشر ملايين. هسه شو تسوي؟ تقول أنطيني 8 تتنازل عن المليونين. عن المليونين. يسموه بيع الدين، هذا جائز. بالنسبة للخبز الرياب السيد. نعم. صير بيعه؟ زين. نقدر نبيعه احنا يعني. احنا اللي ما عنده ما بي منفعه محلله ما يصير نبيعه. طالما هو له منفعه محلله. اي نعم. وهو شنو؟ اجلكم الله للدواب للحيوانات للطيور للكذا. اي نعم. طالما له منفعه محلله لا اشكال في بيعه، ما عندنا مشكله تبيعه وتملك الثمن، يعني هذا الثمن لانه له ماليا. الماليه منين جت؟ من منفعه محلله. أينا. وهي بيع اجلكم الله للحيوانات، بالتالي ماكو مشكله. يصير يعني واحد يشتري بلاي ستيشن ويبيعه هو والعابه. زين. طبعا يجوز او ما يجوز؟ يجوز هذا الجهاز المخصص للالعاب الالكترونيه باعتبار منفعه محلله دي. مو؟ اللي هو البلاي ستيشن يجوز بيعه، هذا الجهاز المخصص للالعاب الالكترونيه. حتى الالعاب هم جائز، لكن عندنا شرطين بالالعاب. الالعاب اكو عندنا العاب قماريه واكو العاب غير قماريه. شنو يعني العاب قماريه؟ مثل الدومنه، الورق، الطاوله، ذني اذني الالعاب قماريه. احنا يجوز ان يبيع العاب مال بلاي ستيشن على ان لا تكون العاب قماريه، بعد شنو؟ وأن لا تكون من الألعاب التي لم يصدر ترخيص بها ولا منع من سماحة السيد السيستاني. أكو ألعاب السيد الله يحفظه ما عنده ترخيص بها، يعني ما مرخص سماحة السيد السيستاني. هاي ليس ما يصح بيعها. فواضح؟ يعني عندنا إحنا الجهاز ما عندنا مشكلة به، بينت لك لأنه منفعة محللة، ممكن تستخدمه بمنافع محللة وممكن تستخدمه لا قدر الله. اكو تدرون العاب بها كلمات خادشه للحياه، بها صور كذا، هاي طبعا ما يجوز. مو ما يجوز، ولا يجوز للمسلم ان يكون وسيله لنشر الفساد بين المسلمين. هاي اللي العاب بها كلمات او الفاظ خادشه للحياه او صور او ملابس كذا او كذا الى اخره، هذين كل ترويج للفساد هم مو جاهز. واضح؟ فهذا به منفعه محلله جائز بها للبلاي ستيشن. اما الالعاب، الالعاب جائز ان لا تكون قماريه ولا من هاي اللي شنو؟ لا ترخيص من سماحه السيد السيستاني، لا ترخيص ولا منع، وعلى ان لا تكون فيها ترويج للفساد، يعني بها كلمات او صور مو مناسبه. واضح؟ ومثلا يعني الجهاز، الجهاز الجهاز ما بي مشكله. العاب ورق وهاي ما يجوز. ما يجوز حتى لانه بالرهن وبدون الرهن، الالات العاب قماريه ما يجوز. بالرهن وبدون رهن. ليش؟ ليش؟ لانه يسموها العاب قماريه يصدق عليها القمار. مع الرهن هم مو جائز على الاحوط لزوما عند سماحه السيد السيستاني. واضح؟ هذني هسه ذني منتوجات، وحده مقوي شعر، وحده مقوي ذاكره، وحده مفاصل، وحده مسمن، وحده ايش كثر هي نسبه النتائج اللي حصل عليها؟ عندنا يعني نتائج الحمد لله، يعني نتائج عاليه، يعني عندي مثلا
95% 95%. زين انت تتابع الحاله؟ طبعا يجوني يعني يقولوا لي اوكي، او بمرات تجيني منتجات يعني مثلا يقول ما اشتغلت، فنشوف شنو السبب الرئيسي، يعني مثلا نقص فيتامين، نقص عنده شنو تحاليل، يعني يجيب لنا الحمد لله احنا يعني واصلين دراسه الحمد لله، شكرا، نشوف على التحليل مثلا شنو نقص عنده دي 3 الحديد، المواضيع يعني الناقص بالسيزم شنو هي مسببه الرئيسيه. زين ونعالجه هم نفس الوقت. زين انت تدري شرعا احنا استخدام هاي المنتوجات يكون اكو ضابطه اسمها لا يحصل ضرر. اذا حصل ضرر هو حرام. حرام طبعا، حرام شرعا. انت متيقن ان هاي ما تاذي؟ نعم متاكد، لان من عمر 12 سنه يعني متمارس بهاي المواضيع، يعني الكبار من عندي والاصحاب المنتج. انا سامع منهم على الشبشي. نعم. يقول هاي المقوله مال اذا ما يضر، اذا ما يفيد ما يضر، يقول هاي مقوله مو صحيحه. يعني ما ناسي هاي، يعني اكو مرات اكو شغلات مثلا بشر اذا عنده مثلا مرض وتطيش شيء يعني عكسي راح ياذيه، اعشاب اكو مؤذيه، يعني حتى السامه توصل مرحله ان تقتل البشر نهائي. زين اذا انت مع المعشب اللي يقول هاي المقوله خطأ ما في يعني انه اذا ما تفيد ما تضر، لا اذا ما تفيد ممكن ان تضر، واحنا ناكد الاضرار بالنفس والاضرار بالاخرين حتما حرام. حرام حتما حرام. زين هسه بينك وبين الله. نعم. انت مطمئن. نعم. ومتاكد. نعم. ان ضرر ما يحدث ابد الحمد لله لحد الان، يعني لان انا الحاله اللي تجيني وطيهم يعني مثلا صفات مثلا تجيني مرض تقول انا عندي حمل، هاي اول خطوه عندي اتجنبها. خط احمر خط تتوقف. احمر المرض جيد جدا، توكل بالله، علاجك دكتور روحي انت لان شغلتك مو يمي. زين بس مرات تجي شغلات خارجيه، يعني مثلا مواضيع مثلا نغلط يعني خارجي مزحه على هاي كحامل يعني نطيه، وشرط تعبر تكون 6 اشهر يعني كشرع، يعني مود يعني يقول لك هاي اكو زيوت تتنست خلال الخلايا تاذي حتى الجنين، فاحنا نعرف شو وقت نطيها وش وقت نقدر يعني نتعامل ويا الحاله. سيد حاليا بالتواصل الاجتماعي صارت تجاره الكترونيه. نعم. فقام يبيعون يشترون بالحسابات، زين هذا الشيء شنو حرام؟ طبعا البيع طالما هو قضيه الكترونيه البيع لا يصح البيع، بس ممكن اكو عنوان اخر. انا حساب مال التليجرام به هلقد عدد من المشتركين، بالتالي اريد ابيعه، قلنا البيع ما يصح لانه ليس له موضوعيه، ماكو له ماليه مثلا حقيقيه، فبالتالي يمكن اخذ المال او اعطاء المال وترك الحساب، يعني تعطي الحساب الذاك بعنوان شنو؟ بعنوان شنو؟ بعنوان حق الاختصاص، لان هذا يعني صار مختص بي مو ملكي. مختص بي. نعم. ها؟ اي نعم. من باب انطيه فلوس حتى يرفع ايده عن هذا الاختصاص، مو ملك. ملك يكون له ماليه، له ماليه. اي نعم. هذا طالما ليس له ماليه هذا حساب على التليجرام او صفحه، فقلت لك ما يصح البيع، لكن يجوز اخذ المال او اعطاء المال مقابل رفع اليد، ارفع ايدي عنه، هذا يصح له حق الاختصاص مو حق الملكيه. يعني عادي ماكو اي مشكله فيه. بعنوان حق رفع اليد. أي. بعنوان رفع اليد مو بعنوان بيع. واضح؟ واضح تمام سيد. اذا شقق بعدها مو مبنيه. اي. تدري انه انت المباح لابد انه معلوم الثمن مو؟ اي صح. وتحصل الى تكون مشاهده. أي. فاذا شقق بعدها ما مبنيه. أي. يصير واحد يشتري شقه قبل. أي. بنائها؟ قبل بنائها؟ بل واذا كان بالبنايه يريد يبيعها هسه بعده هو مو باني، اذني مجمعات قاعد يبنون. أي. بعد انه مو باني شوفنا خرايط. أي. وقال هاي الشقه رقمها كذا. أي. انت تشتريها يصير تشتريها؟ يشتريها يعني قصدك يحجزها؟ يشتريها يدفع ثمنها. يدفع ثمنها يوم اللي تكمل انت يعني مثلا شقة رقم 17. اي فلان في العمارة الكذائية. أي. هو بعده مو باني. أي. بس عندنا تصاميم. كان كرأي انا مو حاكم شرعي، لو ما صار لي سؤال زين انا ذاكر بعد يعني ما يصير. ليش يعني بعدها ما كمل؟ من يقول تكمل؟ زين ما غيروا رأيهم مثلا؟ زين احنا نذاكر سوية. يجوز ان تشتري الشقة قبل بنائها. قبل بنائها نظير إلها مثلا. أيه. مثالها شنو نظير إلها بالفقه؟ أيه.
مثلا انت تشتري عرصه قطعه ارض وتشترط على البائع بنائها لك على تصميم معين، يصير لو ما يصير؟ يصير. يعني اشتريت من عندك، انت عندك قطعه ارض، اشتريت اشتريتها من عندك، اشترطت عليك، اشترطت المؤمنون عند شروطهم، اشترطت عليك ان تبني لي اياها مثلا 100 متر ضمن هاي الخريطه. انت ملزم بالشرط، المؤمنون عند شروطهم، وتبايعنا وفق هذا. هذا يصير لو ما يصير؟ يصير. الشقق مثل هاي القضيه كذلك، اي نظير هاي المساله. يعني شنو قصدنا يعني شقق؟ قبل البناء يصير اشتريها، وهاي نظيره الارض اللي تباع ويشترط مثل كانما يشترط على البائع البناء بمواصفات خاصه. هسه هاي محلاتكم مو تجاوز؟ لا مو تجاوز، بس احنا كماخذين رصيف تجاوز. زين. بس هو المحل رسمي. زين. بس احنا فاتحين باب المحل. زين. زين. وياكم محاسبه من البلديه عندكم؟ محاسبه لا، يعني الا مثلا تجي على السوق شامل. زين. يطبون بالفرع. وبهاي ازاله التجاوزات ما اجوكم هاي؟ لا ما جان. بس كانوا بالبدايه على الشارع شيلوهم. هو يعتبر هسه هذا كمحل رسمي. رسمي هذا المحل. زين. اي. بس دن المقابلين مثلا كمحلات لا مو رسمي. هذا ظهر المدرسه هذا. بالتالي هنا عملهم يعني اي ماشي، هنا ما حد يحاسب. مخالف للقانون. اكيد مخالف للقانون، اذا تجي للشرحم. انتم تدرون سماحه السيد السيستاني الله يحفظه ما يرخص بمخالفه القوانين الا بالمقدار اللي تسامح به الحكومه. يعني هسه انت تقول اذا ما جوي بهاي حمله ازاله التجاوزات قد يكون، يعني هذا من المقدار اللي قد يكون من المقدار اللي تسامح به الحكومه. تسامح به هم مو باعتبار يعني باعتبار هو اصلا هذا هسه صاير رصيف او رصيف هو مشي مع الناس. نعم. زين. نعم. بس هو كسوق هذا من زمان ظل على هالحطه هاي. نعم. يعني يصير واحد يبيع يعني صور مطربين يعني لعيب. زين. يعني بيع الصور اللي فيها ترويج للفساد او اشاعه للفحشاء، صوره ممثل اذا كان يصدق، ممثله مثلا اذا كان يصدق عليه ترويج للفساد أو إشاعة فحشاء، يجوز لو ما يجوز؟ ما يجوز. أما إذا لا يصدق عليه ترويج فساد أو إشاعة فحشاء مثل صورة لاعب، بيها مشكلة؟ ماكو مشكلة. إحنا المصداق شنو هو العنوان؟ الضابطة اللي عندنا، الضابطة، الضابطة أن لا يصدق عليه ترويج للفساد وإشاعة للفحشاء. إذا صدق عليه صورة ممثلة وبيها تحري وكذا مثلاً، واحد من بيها ترويج للفساد مو او اشاعه فحشاء، هاي الشيع الفحشاء، تشوق البنات على خلع الحجاب، تشوق الشباب الى امور غير اخلاقيه او امور محرمه. بالتالي اذا صدق عليه ترويج للفساد او اشاعه فحشاء ما يجوز البيع. ما يصدق عليه ما عندنا مشكله به، واضح؟ كصور لاعب، صوره لاعب شكو به مو. هسه انت بعد باقي المنتوجات اذا مطمئن بعدم الضرر. نعم. تقول عندي اعتقاد انه نسبه نجاحش كثر؟ يعني قلت لك 90% عندي 100% اكو شغلات، يعني اكو علاجات الحمد لله، يعني حتى الطب ما قدر يعني شلون ما تقول يعني عجز عنها. زين. والحمد لله يعني وصلنا لمراحل نقدر يعني حتى نعالجها والحمد لله تمام وحال العاد. زين. فيما لو موضوع انا يعني ما اعرفه تغلب مصلحتك الشخصيه على انه تيجي تبيع حتى لو ما تعرفه؟ لا انا ما عندي هذا، ما عندنا، ما عندي هالشيء، لان اهم شيء يعني شغلي اهم شيء سمعتي، يعني مو بس يعني الماده فقط. فاول شيء طبعا هو رضا الله سبحانه وتعالى. زين. بالتالي سمعتك الطيبه ان شاء الله من خوفك. يعني بالنسبه للرزق اجى او ما اجى ما خالها ورب العالمين. لا من يتقي الله يجعل له مخرج. لان اكو ناس يعني شلون ما تقول لي يحاول يبيع المنتجات باي وسيله حتى لو مضروبه، اهم شيء عابره، اهم شيء بس يكون يمشي وضعه. زي. انا هذا ما عندي هذا الشيء، انا عندي اهم شيء والدرجه الاولى اهم شيء ارضاء الله وارضاء البشر. زي. هاي اول فقره. زين. هاي اكو منتوجات هم مضروب من عندها مخشوش؟ اكو تجي يعني انا هسه مثلا اكو شغلات مثلا نفرض اكو مفاتيح اشياء مكمله غذائيه بدنا نجيبها يعني معامل يعني انتاجها من نفس المعمل، اكو يعني مع احترامات تكون نفوس الضعيفه بالتالي بيعها ارخص.
ارخص ويجيبون هم ارخص حتى يكسرون به السوق. انا بالنسبه لي مثلا يجيب نفرض الحاجه مثلا ب 7000 ابيعها ب 8 استفاد بها 1000 الحمد لله وشكرا. اكو بيهم لا يجيبوا ب 3000 يبيعوا ب 6000 فرق 3000 بس راح يؤدي شيء يؤدي المقابل. لان انتوا تتعامل مع النفس مع الانسان. فيما لو نفترض واحد حالته الصحيه تعبانه او حالته الماليه تعبانه، عندنا هيك مواقف ان شاء الله؟ اكو انا عندي هواي حالات يعني تجيني هيك وعندي هواي يعني اكون هسه افتح لك الدفتر يعني عندك ما عندك الله وياك وبين وبين نفسي يعني امانه اقول ذا عنده الله يرزقه ويجيبه ما عنده ما برد ذمه بين وبين نفسي لان بشر نفس والنفس تدري يوم موجود احنا وضع عراقنا الحمد لله زين. اكو حالات مرضيه واكو حالات جلطه واكو حالات دعس واكو حالات بالتالي بينك وبين الله الحاله اللي ما عنده نعم انت تستشعر بالمسؤوليه وتسهل احس مثل ما اهلي يعني الغريب احنا لله. الغريب نكض اهلنا نكض الحمد لله شكرا الحمد لله. لله سيدنا مثلا واحد يبيع القطط زين يعني. كل شيء إلى مالية يصير ينباع، كل شيء ما له مالية ما يصير ينباع. يعني مثلا حشرة يصير تنباع؟ حشرة إذا حشرة ما مفيدة ما لها مالية ما يصير تنباع، ما يصح بيعها. ليش؟ لأنه ما متقومة بمالية، ما إلها مالية. القطة برأيك إلها مالية لو ما إلها مالية؟ أنت شو تقول؟ ما لها مالية. زين المالية منين تيجي؟ المالية تيجي من منفعة فيها. إذا صارت بها منفعة تتقوم لها مالية لو ما لها مالية؟ ممتاز. فإذا كانت القطة لها منفعة محللة يصير بيعها لو ما يصير؟ يصير. هي منفعة واحدة من منافع القطة مثلا أجلكم الله صيد الجرذان، هاي منفعة لو مو منفعة؟ واحد مزوجته مثلا جلكم الله فاره يشتري له قطة حتى يخلص من مين؟ من الفارة مثلا، هاي منفعة محللة. فإذا كانت القطة لها منفعة محللة كصيد الجرذان جلكم الله يصير بيعها يصح بيعها لو ما يصح؟ يصح. وإذا لم تكن لها العرف ما يقول هاي منفعة محللة مو؟ إذا ما لها منفعة محللة ما يجوز لا يصح بيعها. طبعاً واحدة من منافع القطط هسه الجديدة للزينة والتسلية. إذا واحد يتسلى بها لها منفعة لو ما لها منفعة؟ للتسلية للزينة للكذا، مو ذني اللي موجودات بالكذا، فهم أيضاً منفعة محللة. طبعاً إذا لم تكن لها منفعة محللة ما يصح البيع، لكن يجوز أن تأخذ مال مقابل رفع اليد عنها بعنوان مو ملكية، بعنوان شنو؟ يصحولها حق الاختصاص. أكو فرق بين أني أملكها وبيعها وبين ما هي مختصة بي وأرفع إيدي عنها وأخذ فلوس. ذاك اسمه الأول شو اسمه؟ اسمه بيع لأنه ملك. الثاني شنو اسمه؟ اختصاص، رفع اليد، رفع خصوصيتي عنها مقابل مبلغ من المال. أنا ما أملكها إذا كانت لم تكن لها منفعة محللة، لكن يجوز أخذ المال أو تسليم المال مقابل رفع اليد بعنوان رفع الاختصاص. واضح إن شاء الله؟ سيدنا نعم. عندنا موضوع جدا مهم وقاعد نشاهده بحياتنا ومو موجود، وأنا كمواطن عراقي يعني صار بي موقف قبل عدة أيام. هو مساعدة عابر السبيل يعني عابر السبيل اللي يجي يطرق الباب ويطلب بعض يعني من مفردات البطاقة التموينية أي المواد الغذائية أو يطلب مبالغ مالية. وهذا موضوع صار بي قبل عدة أيام. امرأة مصطحبة طفلة تجاوز عمرها 8 سنين 9 سنين معها عربانة طرقت الباب على شريكة حياتي هي زوجتي. بلي بلي. قالت لها السلام عليكم، ردت لها الزوجة قالت وعليكم السلام، قالت لها محتاجة 10000 اريد اذهب للمستشفى ابن بنتي او ابن اختي وما عندي كروة. قالت لها انا ما اقدر اساعدك بالفلوس الا اتصل بزوجي. قالت لها زين ما عندك مواد غذائية زايدة؟ طبت المرة تجيب لها المقسوم من المواد الغذائية.
هاي المرأة ضبت الطرم، قامت بسرقة الملابس عن طريق الطفلة، عن طريق احنا ما نعرف، يعني احنا ما عندنا كاميرات في البيت. زين. طلعت زوجتي مع السرقة اللي قامت بها هذه المرأة، أخذت أيضا المواد الغذائية وذهبت باتجاه مجهول. سؤالي يكمن بهذا الموضوع. شرعا حسب الدين الإسلامي هل يجوز مساعدة عابر السبيل أم لا يجوز؟ سؤال جدا مهم. أول قضية تدرون أنتم الصدقة تدفع البلاء، وفي رواية عن الإمام الصادق تدفع أكثر من 70 نوع من البلاء، عددها الإمام عليه السلام: الهدم، الغرق، الحرق، كل ذني تدفعهن. والصدقة شو وقت تتأثر؟ تدفع هاي البلاء شو وقت تتأثر؟ يوم اللي تصل المن إلى المستحق. من هو المستحق؟ فقير متدين. زين، أنت هذا اللي يدق الباب هل يتحقق به العنوان فقير متدين؟ ما تدري. العلم عند الله. العلم عند الله. أنت يصير تنطي لو ما يصير تنطي؟ بالعنوان الأولي وأما السائلة فلا تنهر، تنطي. لكن بما أنه دا تنتشر قضايا، منها شنو؟ قضايا أنه ذولا عصابات قاعد ينتشرون ويسولون، وجعلوها مو حاجة، جعلوها مهنة. فإذا بالعنوان الثاني وتصير إعانة على اليمن على عدم العمل، ما يشتغلون الناس، يسوون يسولون، يصير تنطيله وما يصير بالعنوان الثاني ومو بالعنوان الأول، يصير تنطيله وما يصير. ما يصير. لا يجوز. ما يجوز. ليش؟ لأنه قاعد عين على اليمن على البطالة وعدم العمل. إذا تحقق هذا العنوان واضح. تريد تدفع صدقة وفرت المرجعية، الله يحفظ سماحة السيد السيستاني، وفرت مؤسسة العين. مؤسسة العين شنو؟ عندهم مجموعة لجان فلاتر من المنطقة إلى لجنة تطلع كشف ميداني. بالتالي يتحقق يوم اللي تدفع صدقة إلى مؤسسة العين، شو يتحقق؟ يتحقق أول قضية الأجر، وثاني قضية أثر الصدقة. أثر الصدقة شنو هو؟ أن تدفع 70 نوع من البلاء، أقلها أو أوهنها مضمون الرواية الحرق والغرق والهدم وإلى آخره. واضح؟ ليش؟ لأنه أنت متوثق من هاي المؤسسة، عندهم مجموعة من اللجان تفتر بالمناطق، وبتعريف من معتمد المنطقة يعرفون المن، يعرفون المؤسسة. فبالتالي من تدفع الصدقة عندهم، إيش دفعتها المن؟ تحقق عندك المصداق فقير وشنو؟ ومتدين. هاي الحالات هذا اللي يتسولون وبالتالي بعدين يسرقون من الناس، او اخطر قضيه يحققوها هم ذولا هي قطع سبيل المعروف. شو تخلي الناس؟ تخلي الناس بعد الفقير الحقيقي ما تعاونه. مساعده. ليش؟ لانه انت قاعد تساعد هذا وباقك، فسوى هذا. بالإضافة إلى إثم السرقة، هذا عليه إثم سرقة، بالإضافة إلى هذا الإثم عليه إثم شنو هو؟ قطع سبيل المعروف. من وراء إذا يجيك فقير وما تنطيه، من يكون مشترك بالإثم؟ مشترك، لأنه وأما السائلة فلا تنهر، مشترك ذاك اللي قطع سبيل المعروف. والطفلة اللي تصطحبها، الطفلة هاي، الطفلة لعله يعني هاي مبيوقة، الله أعلم. يعني هاي الطفلة حضر الشيخ سيدنا الجليل، هاي الطفلة يعني قاصر. غير بالغة سن الرشد. بلي. من تأخذيها تصحبيها وياك وتهيئيها إلى هيك أمور، حرام شرعا قانونيا يحاسب عليها. وهي طفلة قاصر، يعني القانون العالمي يمنع حمالة يعني الطفل، مو حرام. زين، هاي باكر عقبة بالمستقبل إيش راح تكون؟ شنو مستقبلها؟ أداة جريمة في المجتمع، ربما هاي تعنيفها من هالعمر، واطلاعها على هذين القضايا والسرقة هاي لعله من المجرمين لا قدر الله، إلا أن الله سبحانه وتعالى يرحمهم.
تجيني، يعني انا بالنسبه لي ما راح ابيع. اكو مثلا نساء تجيني تقول لي مثلا انا اريد حالات اسقاط مثل الشهر، يعني يجي جالس صار اسبوع اسبوعين، انا امانه الله اطردها من الباب، ما اتحمل لان احس نفس اذي نفس. فاكو بنت تجي مرات هي وزوجها ويراويني ومستمسك العقل الزواج، تقول لي احنا ما عندنا، وضعنا المادي تعبان، فلوس ما عندي، هاني شنو هاي حلها يعني؟ انا بصراحه اقول له روح دكتور، يعني انا ما اتحمل، احنا عندنا مواضيع لهالمواضيع. بس بيني وبين نفسي احسها يعني نفس ضاقت النفس اني. فاحاول اتجنب، يعني اكو هنا حتى يعني عطارين عادي يعني يتعامل بمعلومه عادي يعني ما يحتاج، اهم شيء ارضاء الماده، انت حكيتها حلوه. بس اني بيني وبين نفسي ظلت هاي يعني ردت استشير بها، سير واي الناس قالوا لي، ناس يقولون اذا هو زوجها بس انا بين نفسي اقول لا هاي نفس. اول قضيه، اول قضيه نعم الاجهاض مثل ما عبرت عنه حرام، قتل للنفس المحترمة. زين جوزوه بعض الفقهاء في مورد واضح. أول قضية عندنا في الضابطة اسمها ولوج الروح. ولوج الروح فترة الروح، ولوج الروح يعني هذا يعبرون عنه شو وقت هذا ولوج الروح، الحركة المعهودة عند المرأة في البطن، يعني يصيحوا له بتعبير العامية يقوم يرف الطفل، من يرف صارت حركة بي، صار بي ولوج الروح. على رئيس السيد السيستاني الله يحفظه لا يجوز الإجهاض مطلقا بعد ولوج الروح، يعني بعد ولوج الروح شعدنا مطلقا في كل الأحوال، أذاها يسبب لها حرج، يسبب لها ضرر، يزاحم ويا حياتها، حياتها لو حياة الجنين عنده كمل. لا يجوز سماح السيد السيستاني بعد ولوج الروح مطلقا، هاي نهاية بعد ولوج الروح. شو وقت ولوج الروح؟ شو وقت هاي بعد ولوج الروح؟ تبدي ولوج الروح يقال اكثر من 6 أسابيع، ممكن ان يكون يعني 3 أشهر او اقل او اكثر. هسه المهم احنا الضابط شو وقت هو الحركه المعهوده، انا سيجون هذا شو وقت ورا ولوج الروح ما يجوز مطلقا. عند السيد السيستاني الله يحفظه قبل ولوج الروح يجوز بموردين، السماح السيد السيستاني بموردين فقط وفقط، الضرر والحرج. الضرر شنو؟ إذا كان الطفل يؤدي إلى ضرر الأم، ضررها شنو؟ ضررها مثلا يقال مثلا قلب، القلب أكو فتحة في القلب كذا يقولون الحمل يعرضها للموت، يعرضها للموت. هنا يجوز عند سماحة السيد السيستاني عند الضرر إذا أدى إلى ضرر قبل ولوج الروح. زين الحرج شنو هو؟ الحرج شنو هو؟ انه اذا ادى الى وضع في حاله حرج شديد لا يحتمل، لا يحتمل، يعني حرج اكو نوبات حاله ماديه صعبه، هذا يعتبر حرج شديد؟ لا مو حرج شديد. حالته الماديه اولا احنا اكو روايه تقول الرزق مع النساء والعيال، الله سبحانه وتعالى يعني. الله يبعث الرزق، لكن اكو حالات جدا صعبه لا تحتمل. هذا هنا الانسان على نفسه بصيره بينه وبين الله، اذا وصل الى الحرج الشديد الذي لا يحتمل جاز الاسقاط على مبنى سماح السيد السيستاني. يعني هسه اللي يجون هم يعني اكثر الحالات اللي تجيني اللي يقول لي ما عندنا لا شغل لا عمل، ما عندي حتى اصرف من على نفسي. طبعا يعني هذا توصلني يا مرحان بالنسبه لي يعني ما الحمد لله اي حاله بس اسمع بيها يقولها الله وياك ما عندي المواضيع يعني انفيه من الباب. هي افضل انا احس يعني ذنب علي يا زيدي. اكو بيهم يتقبلوها يعني برحاب الصدر ويكيفولها اصلا هاي الشغله، ليش يقول لك يعني حتى يقول لك عادي اشتغل هان ماكو مشكله. انت شلون تقدر تعرف انه هي وصلت الى الحرج الذي لا يحتمل عند العقلاء؟ ما نقدر نعرف. هذا الانسان على نفسه بصيره بينه وبين الله، فبالتالي تجنب هاي الحالات لعله افضل، واختياركم صحيح يوم اللي تجنبتوا هاي الحالات. نعم. هل الاثم اللي بيع مستحضرات تجميل؟ طبعا لا يؤثم اذا لم تصدر منه، لم يرتكب مخالفه شرعيه. واحد يبيع مستحضرات تجميل بيها منفعة مشتركة، يعني المرأة الزوجة يستحب أن تتزين للزوج، مو كل أنه حرام الزينة ووضع الزينة مو. فلذا اللي يبيع مستحضرات تجميل ما يؤثم ما لم يترتب أو يرتكب مخالفة شرعية. شنو هن المخالفات الشرعية؟
اللي تحتمل واحد يبيع مستحضرات التجميل، النظر الى ما يحرم النظر اليه، هذا حرام. المفاكهة اللي يصير شقة وضحك هذن مخالفات شرعية، اذا لم تصدر منه مخالفة شرعية لم يرتكب مخالفة شرعية يؤثم له ولا ما يؤثم؟ ما يؤثم، ما عنده مشكلة، واضح؟ يصح البيع مستحضرات التجميل لو ما يصح؟ مثل السؤال السابق، يصح لأنه له منفعة محللة، قلت لك يستحب بل يتعين في بعض الموارد زينة الزوجة للزوج، مو؟ فلذا أكون منفعة محللة، واضح؟ وإلى مالية، فيصح بيع مستحضرات التجميل وما يؤثم ما لم يرتكب مخالفة شرعية اللي يبيع، واضح إن شاء الله. بالسنوات السابقة سماحة السيد علي السيستاني الله يحفظ صمام أمان العراق الله يحفظه، حرم تحريم كامل الرمي العشوائي، أي كان بمناسبة أو جنازة أو احتفالية أو أي سبب من الأسباب، ولكن هذه الظاهرة اللي يعاني منها المواطن بصورة عامة، هي احنا نقول قواتنا الأمنية، قواتنا الأمنية الموجودة قاعدة تحد من هاي الحالة وقاعد تحاسب وقاعد تردع، ولكن هذه الحالة الرمي العشوائي قاعد تزهق أرواح عديدة، وخاصة في مناطقنا الشعبية، احنا مجتمعنا الشعبي مجتمع عشائري، اللي عريس طلعها تططططط، اللي تشيع تططططط. زين بويا انت من رميت، بويا ذني شيلاتك ما تعرف وين يوقعين، ما تعرف وين يطيحين، على مري، على رجال، على طفيل، يعني انت رميت فرحت، بس انت راح تسبب حزن البيت اخر، راح تنكبهم، راح تأذيهم، راح تعيشهم بحزن، يعني هاي الظاهرة. سادتنا وشيوخنا الأجلاء، شنو الحكم عليها بناحية الشرع؟ طبعا انتو اول قضية انتو كفيتوا بسؤالكم وجاوبتوا عن سؤالكم، اول قضية قول الأضرار بالآخرين حتما حرام، والقتل لعله بطريق غير مباشر يتحمل الإنسان القاتل، شو يتحمل؟ الدية الشرعية، فبالتالي هذا إذا كان قاتل وإن كان شبه حمد أو قتل خطأ ويتحمل دية، بالتالي أكو مجموعة من الديات في ذمته لعله وهو لا يعلم، هاي أول قضية. القضية الثانية، تدرون أن سماحة السيد السيستاني الله يحفظه لا يسمح بمخالفة القوانين، وانتو ذكرتوا القانون يحظر ممنوع الرمي العشوائي، بالتالي هو مخالف القانون، بالتالي هو اضرار بالاخرين، ولعله قد يكون قتل لنفس محترمه. يوم القيامه في بعض الاحيان الانسان ياتي ملطخ بالدماء، ما يدري بروحه، ما يدري، فيتحجب ويسال، ربما وحده من هاي الحالات هو انه ربما ان يكون قاتل اما باللسان او متسبب في قتل انسان وهو لا يعلم. يتحمل لو ما يتحمل؟ يتحمل، يتحمل اكيد يتحمل، واضح الحكم الشرعي، بل يعني شو يعني حرمه وعليه الديه اذا كان تسبب في قتل انسان، يعني الرمي العشوائي بل ينص عليه الشرع محرم حتما، ويثبت عليه قضايا شرعيه يدفع ديه اذا ادى الى قتله او الى اتلاف عضو، ديه اتلاف عضو وكذا الى اخره مما مذكور في كتاب الديه. شخص يبيع بالميزان، هل يجوز يعطي احتياطه؟ يعني تدرون اذا واحد لابد انه يكون عندنا هذه القضيه مهمه جدا، اذا كان يبيع بالوزن او ما زال يبيع بالوزن ويعلم في ذمته حق للاخرين، زين اذا يعرفهم للاخرين يكون شنو؟ ينطيهم اياه، زين إذا ما يعرفهم شو يسوي؟ أنا كنت أبيع بالوزن وما زلت مثلا أبيع بالوزن، أحتمل أو أعلم أنه في ذمتي حق للآخرين وما عرفت ذاك، شو يسوي؟ يعني يطلع الفقير. ممتاز،
يتصدق إلى فقير متدين عن أصحاب الحق. واضح؟ بعنوان شو يسموه العنوان مالته بالفقه؟ يعني يطل الفقه. أدري، بعنوان شنو؟ حتى نتعلم. بعنوان رد المظالم. مظالم، أكو حقوق للآخرين في ذمتي، هسه أما أعلم أو أحتمل وأجهل ذاك صاحب الحق، أجهله ما أعرفه، ما عنده المكانة أو مجموعة كثر، بالتالي أن اختلط ذلك، أدفع هذا المال إلى الفقير عن من؟ عن أصحاب الحق. شي يصيحوا له؟ يصيحوا له رد المظالم، وهذا لابد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، بعنوان رد المظالم ما يحتمل في ذمته من أموال وحقوق للآخرين. يقدر كثر مقدار من المال أنا اللي كنت أعتقد دقيت الميزان أو ميزاني ما مضبوط، يقدر كثر ما كان مقدار من المال أعطيه إلى الفقير المتدين بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله. الناس مو يوم ويومين، يراد لها زين، يراد لها كنهايه كابراهيم من استخدم ويا الامه زين. هسه احنا طالما احنا بسوق عن بيع وشراء، ايه نذاكر سويه بعض المسائل. ايه مثلا عن حكم بيع السلاح، انت برايك هو اذا السلاح هذا مو شرعي، يعني من دوله صادره اما باج زين اما مخول يعني بيه، هسه انت يصير من يقدر يبيعه؟ هسه انت فرضا انت ولو مصلحتك غذائيه، ايه فرضا احنا ببالنا هذا السؤال، يصير تبيع سلاح؟ لا ما يصير. ليش ما يصير؟ لان مو شغلتي، مو اختصاص انا. فيما لو عندك محل لبيع الاسلحه، يجوز واحد يبيع يفتح محل يبيع اسلحه؟ سيدنا ما يصير، لان ليش؟ الا ياخذ من حكم حاكم الشرعي. زين اذن يعني لحاكم الشرعي؟ يعني يحتاج اذن من الحاكم الشرعي تعتقد؟ مو اكيد، لان هو اللي حيصير بيه حلال وحرام. زين. اما سلاح مسروق، اما ممتاز، اما ممتاز. اذا احنا جوابنا يكون هي. انه يجوز بيع السلاح بشرطين. شنو هن الشرطين؟ الشرط الاول ها ان لا يكون مخالف لقوانين الدوله. ليش؟ لانه قلنا ان سماحه السيد السيستاني الله يحفظه لا يسمح بمخالفه القوانين. فاذا الدوله ما تسمح مثلا باقتناء السلاح وما ترضى، ما يجوز. اذا اكو قانون يقول انه تسمح الدوله، قانون الدوله باقتناء سلاح واحد لحمايه الشخصي، حمايه او دفاع عن النفس، مو انه حيازه، مو يشيله على جيرانه، بلي لو يشيله بالاعراس، اذا كان مو مخالف للقوانين يجوز لو ما يجوز؟ يجوز. هذا الشرط الاول. صحيح. الشرط الثاني، الشرط الثاني انه لأن لا يكون مسروق من المؤسس من الدولة، من الدولة أو من غير الدولة. من غير الدولة إذا ما مسروق عندنا مشكلة؟ لا ماكو، ما عندنا مشكلة. إذا شنو الشرطين؟ الشرط الأول أن لا يكون مخالف لقوانين الدولة، والشرط الثاني أن لا يكون شنو؟ مسروق لا من الدولة أو من غيرها، من غير الدولة. حتى من غير الدولة ما يجوز. سيدنا اكو حكم اللي هي المواد المغشوشة اللي تنباع بالسوق، شنو حكمها هاي سيدنا؟ طبعا اولا لا يخلو هذا انه واحد يبيع مواد مغشوشه، لا يخلو عن اثم. نعم. شنو الاثم؟ هسه اما ان يكون الاثم غش او كذب. نعم. هو قاعد يقول هذا منشا اصلي. نعم. او رصين، وهو شنو؟ هو عادي. عادي. او اكو يجي مرات شغله سيدنا، ولهم سؤال هذا ذكرته. اكسباير، اكو دا يجي شغلات مثل اكسباير، يعني نشوف يعني اكثر مع احترامات للعطارين يمسح يحذف الاكس باير على هاي ويطي للزبون يقول له هذا منتج اصلا. يعني انا هواي قضايا يجيبوا لي اياها، يعني شوفها، يعني انا ادري بها قبل سنتين هي انقطعت من السوق. زي. تيجي بالسوق يبيعها اغلى من كان سابقا، والاكس باير ماله يعني محذوف، بور اكس باير، ماكو اكس باير، يا اما مطلع من العلبه يا اما ماسحه يا اما. هذا شنو حكمه سيدي؟ طبعا اولا طالما هاي تتعلق في حياه الانسان، هو حتما انه هاي قضية مصيرية وزحمة، إلا في مورد واحد يجوز ذن يبيعها، إذا يعلم المشتري بواقع البضاعة. نعم. مرات أكون مشتري ما يدري. يعني. إذا ما يدري. ما يدري حتما حرام. يحرجوني يعني سيدنا مالي، يعني يجيني يقول لي هذا المنتج أنا ماخذه 5000 أباوع ما موجود. فشوف الإكسباير هذا مثلا 26. نعم. يجي أباوع علي يعني إكسباير عابر، أقول له ترى إكسباير عابر، هاي بيها زحمة، يعني حتى اللي باعه يجي يدب عليه السوش يقول لي ليش تحكي؟ ليش تتدخل؟
انت هاي لا بعد وظيفتنا هذا صنع كره بلي. يعني هسه انا يعني كنت اسال عليه بسوق ابو بني مكروه منه لا 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 العالم تبي سيدنا محبوب عند الخالق ان شاء الله. انا بالنسبه لي انا هاي مرتاح من عنده يكرهني لان انا هذا اسوي اكو بيقول قلت لا تتدخل بهالمواضيع ايش عليك فيها زين انا جابوني يجيني وامانه يقول له هذا زين لو لا يعني انا من بابي يعني كحرص على البشر امانه هاي اقول له هاي وحده اثنين ثلاثه او اقول له خلصان هاي انتبه لهالمواضيع زين هاي هم عليها اشكال انا يعني لا وظيفتك وظيفتك الامور هذا فعل منكر نعم. بيع ذني قضايا هذا فعل منكر لابد ان تنهى عنه وتبين نعم. للناس الان دائما اسوي هاي امانه الله وسيد يعني دائما انكره في المواضيع يعني اللي يبيعون يعني يجوني يقولوا انت ليش تحكي هالحكايه يعني حتى يوصلوها حتى مرات مواضيع اللي دخلوها عشائر انه اني اذا صارت هالمره اسويها عشائر يعني انت قاعد انت قاعد تبطل بحاجاتنا قاعد تكسر بمواضيع انا ما ابغى اكسر بحاجاتك انما اني قاعد اوضح للعالم ان انت بضاعتك لو تجيبها صحيحه لو تجيبها غلط هاي روح ناس روح عالم حرام علينا وحرام الله قال انت هاي امانه هاي باعتبار احنا طب طب الثاني احنا والحمد لله والشكر انت من تجي تدخل مواضيع البشر لازم تعطي صوره صحيحه زين انت اذا تغشه بكسباير او مواضيع احد شلون اول سؤال سالتنا عليه سابقا قلت لي هل يضر؟ نعم يضر هذا طبعا. السبب طبعا. هذا السبب لان هاي شربه حياه مصير انسان احتمال يصير عنده انسداد احتمال عنده تكيس احتمال يصير عنده تشمع احتمال كلاته توقف هاي اسبابها سيدنا فاحنا هاي الفقره دائما ننبه عليها ودائما يعني هنا يعدلون بها اقول لهم هاي اول ما جابوا على كسباير خلصان ثاني شغله اشوف المنتج المعمل الشغل الاصل اشتم هذا طبعا يعني. والحمد لله والشكر الحمد لله والشكر هسه كلها تحضر مجالس زين بس اكو يعني مجلس عن مجلس يفرق مثلا الشور زين زين اول قضيه مطلوب من عندنا المحافظه على تراث السلف الصالح اللي اجانا من السلف الصالح اول شيء مطلوب من عندنا نحافظ عليه وهذا اللي نعتقد جيل سلمه الى جيل نيجي نبتدع طور جديد هذا بشنو ونعرضه على الموازين الشرعيه هذا النيشه اللي جتنا من اجدادنا من سلفنا الصالح نعتقد جيل سلمها الى جيل جيل الى جيل بالتالي عندنا بيه مشكله ما عندنا بيه مشكله اللي اجى جديد كنا نعرضه على الموازين الشرعيه الموازين الشرعيه ما كان مناسب لمجالس اللهو واللعب ايش نعتبره خارج الموازين الشرعيه ما نرضى بيه اذا لم يكن يعني هذا اللحن والطور ما مستخدم هذا اللي يعرف بالاغاني ويعرف باللحن ويعرف انه يميز هذا اللحن غنائي اذا مستخدم في اللحن الغنائي فعندنا مشكله وفي الختام نسأل الله تعالى التوفيق للجميع والرزق الوفير إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.